حينما أسقطت الدواعش المناطق السنية واستبيحت هذه المدن، وجاء الخليفة، وما أدراك ما الخليفة؟ هنا أعطتنا أمريكا ظهرها وأوقفت دعمها ولم تستجب لأي نداء من العراق، ولا من الحكومة ولا من أي جهة. وهذا موقف أيضا لبعض أشقائنا من العرب، قنواتهم الفضائية كانت تعد بيان رقم واحد في احتلال بغداد على يد خليفة المسلمين والمسلمات أبو بكر البغدادي. في هذا الظرف العصيب، حينما تزلزلت الأرض، طائفة الكل تعطي ظهرها للعراق، قالها سليماني: لن أدع بغداد تسقط بأيدي داعش.